هيا نقرأ الفقرة معا. مرحبا، أنا اسمي محمد، أنا في الصف الثالث، أنا أعيش في دبي، أنا أفضل مدرستي جيمس فاوندرز، وأذهب إلى المدرسة في الساعة السابعة. يوجد في المدرسة الصف والمكتبة وغرفة المدير وغرفة الموسيقى، لكن في البيت غرفة الجلوس وغرفة النوم والمطبخ. أعتقد أن المدرسة أكبر من البيت، حيث بها ملعب واسع جدا. ما أجمل البيت والمدرسة. هيا نقارن بين البيت والمدرسة. في البيت يوجد غرفة النوم، غرفة الجلوس، المطبخ، بينما في المدرسة يوجد مكتب المدير، غرفة الموسيقى، الصف. هيا نتعلم أدوات الاستفهام. ماذا تدرس في المدرسة؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ أين تدرس الحاسوب؟ هل تحب المدرسة؟ متى تأكل في المقصف؟ مع من تسكن؟ أولاً، يبدأ يومي في المدرسة صباحاً. ثانياً، أتعلم في غرفة الحاسوب. ثالثاً، آكل طعامي في المقصف، ثم ينتهي يومي في المدرسة، ثم أعود إلى البيت مساءً. نحن نفضل اللغة الإنجليزية لأنها سهلة، لكن لا نفضل اللغة العربية لأنها صعبة.